مرحبا. وجه من وجوه التحرر بمجتمع قيل إنه متحرر، وعند الفحص ظهرت كل الشوائب والعيوب، وهي لتوقف أمام كل هالشوائب والعيوب أشارت بالأصابع والألم والكتابة عنا كلها. هي شخصية متمردة على المجتمع ودافعت عن حقوق المرأة. هي الشاعرة والمؤلفة اللبنانية جمانة حداد، اللي رح نغوص بحلقتنا لليوم بإنسايد لوك عن حياتها وفلسفتها وقناعاتها. أهلا وسهلا فيك الشاعرة والكاتبة جمانة حداد بإنسايد لوك لليوم. شكراً أنه خليتينا نزورك عندك بالبيت اليوم بساحل عالمة على ما أظن. صح؟ صحيح. أهلا وسهلا فيكم. فعلا منطقة كتير حلوة بلبنان ومطلة على خليج جونيا كله. صح، أنا دايماً كنت أقول ما فيني أعيش إلا حد البحر من أنا وصغيرة. البحر بيعني لي كتير. يمكن البحر كمان بخليك تكتبي جمانة، بريحيك؟ لا، هو أسباب الكتابة دايماً داخلية، مش المشهد اللي له علاقة بالكتابة، بس البحر بالنسبة لي هو الأفق. يعني بذكر لما كنت عم بربى ببيروت أيام الحرب، كنت عطول أعتبر البحر هو المنفذ إذا بدك، أو الملاذ، يعني لأنه بيعني أفق، بيعني شيء تاني جديد. صح. رح يصير شيء بعيد، شيء أفضل. صح، بس ما بتخافي منه للبحر؟ أبداً. بخوف، لانه يعني بحد ذاته هو وقت تفكري فيه، يعني يمكن انا ما بخاف، بتخافي من المجهول يعني. ايه، بس انا بحب المجهول بالعكس، بحس المغامره شغله ايجابيه، حتى لو كانت بتودي لتجربه مؤلمه عطول في ربح من وراها. جمانة، كتير كان في جهد بحياتك لوصلتي مطرح ما انت عليه اليوم. نعم. شو اثمرت هالجهد؟ ما بعتبر انها بعد اثمرت، لانه الاشياء اللي بدي اياهم بعد اكثر بكثير من الاشياء اللي قدرت اوصل لهم. بس في اقول لك على المستوى الخاص، انجازي الكبير هو انه عندي ولدين كثير بيعطوني سعاده، لانه مليني حياتي حب، وهيدا اهم شيء، اكثر شيء بيغنيكي كإنسان. وعلى المستوى العملي يعني قدرت أني أتقدم وحقق جزء من الأشياء اللي أنا كان بدي حققهم، وقول جزء من الأشياء اللي كان بدي أقولهم بمنطقة ومجتمع مش بالضرورة يتقبلوا الحكي اللي أنا حابة تقوله. صح، مزبوط. صحيح. أنت مستفزة يمكن لبعض الناس، وبعض الناس يستفزوا من كلامك ومن حديثك. نعم. ليه بتتخيلي أنك بتستفزة؟ شوف، الاستفزاز شغلة كتير يعني نسبية. أنا دايما بقول يعني لو كنت يمكن أنا عايشة بغير بلد وبغير بيئة، يمكن ما كنت بكون مستفزة أبدا، لأنه الأشياء اللي عم طالب فيها هي حقوق بديهية أنا بعتبرها على الأقل. ولكن ولا مرة كان الاستفزاز هدف بالنسبة لي، يعني ولا مرة قررت أنه أنا بدي استفز. ما أنا عليه أفكاري، طريقة حياتي، طريقة تعبيري عن نفسي، هي بطبيعة الحال لبعض الأشخاص مستفزة، بينما لبعض الأشخاص الآخرين يمكن بتفشلهم خلقهم. صح، مزبوط. يمكن لبعض النساء يعني خاصة. والرجال ذكرت أنه أفضل ما يمكن حققتيه بحياتك ومن أهم إنجازاتك هو الأمومة. صح. يعني تخيلي قد ما بتوصل المرأة بمراكز عالية بالعمل وغيرها، دائما بترجع أنها تكون أنثى ومرأة، وأهم شيء عندها هي الأمومة. إيه، بس الأمومة مش هي اللي بتحدد الأنوثة، يعني فيها المرأة تكون أنثى كاملة من دون ما تكون بالضرورة أم. ولكن أنا تجربة الأمومة خلتني كون يعني إذا بدك غاطسة بالحب، وهذا شيء كتير مغني لألي، شيء ضروري لألي. أنا ما فيني أعيش بلا ما أحس أني عم حب، أهم من أني أنحب حتى. وولادك بتحبيهم من دون مقابل، بتحبيهم لتحبيهم، وهذا شيء شعور كتير حلو أنك تعطي من دون ما تكوني ناطرة شيء بالمقابل. صح.
صح. من هي جمانة حداد إذا بدي أعرف؟ الكاتبة والشاعرة المناضلة للحريات جمانة حداد، اللي هي كسرت كل الحوافز النفسية اللي تعودنا عليها من طفولتنا حتى وصلنا حتى اليوم. صعب التحديد، يعني صعب خاصة أنا حدد نفسي، وما بحب كتير الاتيكيتات، يعني بهرب منهم، لأنه نحن كناس بعتقد مشروع متغير دائما، ما في شيء ثابت فينا. يعني يمكن جمانة يلي بتعرفيها هلا ما تكون هي ذاتها جمانة يلي من خمس سنين او يلي بعد خمس سنين. حلو هالتغيير فينا، لانه هيدا بدل انه عم نتفاعل مع الحياة. ولكن بقدر اقول لك اني بالدرجة الاولى الشيء اللي اكثر شيء بعتبر انه بيشبهني هو اني انسان بيامن بالكرامة، بيامن بالحرية، بيأمن بأنه نحن كبشر منستحق أكتر بكتير من الأشياء اللي منفكر أنه منستحقها. منستحق أنه ما نفكر بحالنا كضحايا، منستحق يكون عنا أحلام، يكون عنا طموحات، ومنستحق خصوصا بلاد وأنظمة تقدر ترعى هالأحلام وتدعمها، بدل ما تحسي دايما أنك عم تسبحي يعني ضد التيار. دايما عندي شعور بلبنان وبالعالم العربي عموما، لاني بنتمي لهالمنطقه، انه الاشياء اللي عم نعملها عم نجابه مش بس تحدياتنا الخاصه لحتى نعملها، كمان التحديات الخارجيه اللي ما مفروض تكون انها يعني مفروضه علينا. اي صحيح. بالحديث عن التحدي، طبعا انت غمرت كثير وتحديت كثير، مين الاشخاص اللي اثروا بشخص جمانة حداد او حتى اثرت بشخصية جمانة حداد؟ هن كتار، يعني اساسا بعتقد انه من طفولتي قراءاتي المبكرة كتير اثرت فيي. يعني فيك تعتبري انه كل هالكتاب يلي موجودين عندي هون بالمكتبة هني اشخاص اثروا فيي. ايه اسم الله، مكتبة كبيرة وحلوة ومنظمة كمان. ايه فهودي كلهم من الاشخاص يلي صنعوني انا بعتبر، لانه صنعوا افكاري، صنعوا انا شو بدي، شو طوقي بالحياة. اوكي. اما على الصعيد الشخصي فطبعا كمان الاهل كان لهم دور كتير كبير. بيي على قد ما كان شخص تقليدي ولكن ايضا مثقف كبير، كان دايما يدفعني اني اقرا، اني اعرف، اني حلل. والوالده كثير شخص مناضل، يعني بتجاهد بتكافح، كانت دايما تتمنى لي حياه افضل من الحياه يلي هي حصلت عليها، وكانت من الاشخاص يلي بيدفعوني اني انا احقق هالاشياء، مش انطرها تجيني على طبق من فضه. فمن هيك انا بعتبر انه كثير مهم الانسان عموما والمراه تحديدا الاشياء اللي بده اياهم ما يتمناهم. إيه بس ولكن انت بطبعك بشخصيتك، يعني حسب ما قرات عنك، انساني، يعني طلعتي عن العائله، طلعتي عن مفاهيم والتقاليد المجتمع. صح. يعني بحد ذاته حتى طلعتي عن التقاليد اللي حكيتي فيها انه والدك انسان تقليدي ولكن مثقف. صح. فكيف قدرتي تجمعيهم؟ يعني كيف قدرتي انك تناصري الى الامام؟ هي بتصير تدريجيا، يعني مش انه بتنامي وبتقومي تاني يوم بتلاقي حالك صرتي هيك. طبعا انا في شيء من التمرد، وخصوصا التمرد بمعنى عدم قبول الاشياء يلي ما بتقنعني. وهذا شيء طبيعي، لاني انا انسان عندي دماغ، لما دماغي عم يشتغل ليش بدي اقبل باشياء ما انا قنعتني انا شخصيا. وانا كمان من الاشخاص يلي مستعدين يدفعوا ثمن اغلاطهم، مستعدين يغلطوا ويدفعوا ثمن اغلاطهم. ولكن اذا بدك هالتغيير يلي عملته او هالتحرر يلي عملته من نظرة الاخرين ما صار بين ليلة وضحاها، بس هلا بقدر اقول لك اني وصلت لمرحلة ما بقيس حالي فيها بناء على نظرة الاخرين. ما فيك تكوني حرة طالما قناعاتي الخاصة، قديش انا عم كون وفي لا اذا بدك العناصر او الشروط يلي انا حطيتها لنفسي، وهالعناصر والشروط تتغير كل يوم. ما فيك تقولي انت حره طالما هذا العناصر والشروط انه صح، يمكن صح بنظرك وغلط بنظر اشخاص اخرى، بس انا عم عيش حياتي، انا مش عم عيش حياه الاشخاص الاخرين. ما بيهمني ارضيهم، بيهمني ارضي نفسي. يعني احكامهم هن ما بتقرر انا شو بدي اعمل، والا بيوصل الانسان اخر حياته عم بيقول انه انا عشت بس حتى يقولوا الناس والله عامل منيح. ولكن قيود المجتمع ما فينا نطلع منها. انا طلعت منها،
يعني قيود المجتمع الشرقي المجتمع العربي اللي عايشين فيه، يعني دايما حطت لنا باوندريز او حطت لنا قيود. هدول القيود كيف حطيتيهم على حالك؟ كيف قدرتي تتحرري منهم؟ لانه مثل ما قلت لك اكتشفت انه هول القيود نحن بنحطها على حالنا لانه نحن بنلتزم فيها حتى لو ما قنعتنا. يعني في اشياء قنعتني بحترمها، الاشياء اللي مش قنعتني ما بحترمها، وطالما ما بتفرق معك شو رح يقولوا، لانه كتير ناس عايشين على شو رح يقولوا وشو رح يفكروا. بس انت تبطلي تفكري هيك ما بعد يفرق معك، تصيري فعلا عم ترضي حالك، عم تغلطي لحالك، عم توقعي لحالك، عم تنجحي لحالك، بس عم ترضي هالفكره يلي عندك اياها عن كيف بدك حياتك تكون. فهمت عليك كيف. بس اوقاتها بعض الناس بتحس انه المجتمع نبذهم، يعني بمعنى او باخر، او ما تقبلهم. صح. يعني بيحكوا عنه بطريقه انه النقد الـ مش يعني طبعا مش نقد البناء، يعني النقد هيك اللي بيطالوا يعني كيف ما كان بيصير، يعني نعم. بسبب افكاره، بسبب ثقافته، بسبب كتاباتك، بسبب افكارك كلها سوا. شو ردك؟ ما بيعنيلي مش ما بيعنيلي بمعنى انه انا بعتبر نفسي فوق النقد، بالعكس انا النقد كتير بيعنيلي، بس النقد بيهمني من الاشخاص اللي انا بوثق برايهم. أوكي. وعندي اشخاص بينتقدوني بقساوه وبسمع لهم حتى لو ما بعدين نفذت مثل شو يلي بيقولوا لي. مثلا رح اعطيكي مثل. أي. في كتير اشخاص من اللي بوثق فيهم وقت اللي انا عملت مجلتي مجله جسد قالوا لي جمان عم تعرضي حالك لتهديدات ولأخطار انت مستغنية عنها. صح. ما فيك تقومي الاشياء، مش انت رح تغير العالم. صحيح. طبعا انا ما عم بعمل هالمجال لغير العالم، عم بعملها لاني مقتنعة انه هيدا مشروع حلو وضروري ونحن بحاجة لإله، فانا عم بعملها. مش هدفي اني غير العالم. فمثلا مثل هيدا النقد. صح. بتقبله، ولكن النقد يلي بيطالك او يلي من نوع الشتيمة اذا بدك، يلي هدفه التجريح، تخطيته من زمان. تتعلمي اذا يعني بدك، يعني تصلحتي مع نفسك من زمن طويل. ايه بدك بحاجة، لانه الاشخاص دايما ما فيك ترضي الكل، هاي اول شيء. بعدين في دايما اشخاص هدفهم يهبطولك عزيمتك، طالما انت عم تسمعي لهم، طالما انت عم تعطيهم اهميه وعم تعطيهم قيمه. هيدا اللحم الحي ما بيستاهلوه، ما بيستاهلوا حساسيتك. انا شخص كتير حساس، بس حساس مع يلي بحبهم، مش حساسه مع يلي ما بيعنولي. هوديك ما بيستاهلوا. جمانة، انت مسؤوله عن الصفحه الثقافيه بجريده النهار، طبعا جريده النهار العريقه. نعم. وايضا مجله جسد، يعني حضرتك كمان مسؤوله عنها. بين كلاسيكيه النهار وبين غير كلاسيكيه مجله الجسد، ما بتشوفي في تناقض؟ وكيف قدرتي جمعتي بيناتهم؟ شوفي، في عنصر اهم من الكلاسيكيه وعدم الكلاسيكيه بيجمع بين المشروعين، هو الحريه. الحريه اللي ما عندها سقف، ويلي هي انا لقيتها بجريده النهار، وهي من اهم القيم يلي قايمه عليها الجريده من وقت ما انا يعني انضميت لها سنه 97، صار لي 15 سنه بالنهار بعتبرها بيتي وعائلتي. على طول كان الحريه هي اهم معيار، وكمان بمجال الجسد الحريه هي المعيار. مع العلم انه هلا مجال الجسد ما بقى عم تطلع. صحيح. يعني صار لفتره متوقفه، يمكن بدي اعملها اونلاين، ولكن يعني هيدي هي اذا بدك العنصر الاساسي. يعني انا ولا مره استاذ غسان تويني او استاذ جبران تويني الله يرحمهم او اي شخص من الاشخاص المسؤولين عني اليوم او كانوا مسؤولين عني بفتره سابقه قالوا لي ممنوع تقولي هالشغله، ولا مره. يعني انا عم بحكي، يعني حريه الصحافه موجوده، احترام حريه التعبير، احترام حريه التفكير، احترام حريه الكاتب بانه يعبر عن راي مختلف. هيدي شغله كثير مهمه، حتى ولو ما كان راي المختلف بيتماشى مع الاكثريه، مش مهم الاكثريه. جمانة، طبعا انت استاذة جامعية، على شو اتفقت انت وطلابك وعلى شو اختلفتوا؟ انا صار لي 3 سنين عم علم بالجامعة، وهذه تجربة كتير حلوة. وين تحديدا؟ بأي جامعة؟ بالألقية، بالجامعة اللبنانية الأمريكية ببيروت. وكنت قبل عم علم لغة إيطالية، هلا عم علم كتابة إبداعية بالعربي. وكتير حلو التبادل يلي بيني وبين الطلاب، يعني ولا مرة حسيت اني عم بطلع من الصف الا ما انا سارقه منهم شيء. يعني على طول بحس انه بقدر ما اعطيتهم اخذت منهم.
لأنه بس ممكن تستفيدي من طلابك؟ كتير، مش ممكن، أكيد بتستفيدي، نظرتهم للحياة مختلفة، مثل ما بستفيد حتى من أولادي. يعني بس أحكي أنا وياهم أساساً تعلمت من أولادي كتير أشياء. دايماً منفكر نحن أنه التربية بس من الكبير للصغير، يعني أنا هلأ بعرف بعطيكي مثل والدي، اكتشفت أنه علاقتي مع والدي هي علاقة أخذ وعطاء متبادلين، لأنه هلأ والدي كتير فخور ومقتنع بالاشياء اللي انا بعملها، بينما قبل ما كان ممكن يتقبل هالشي. فانت احيانا بتاثري على الاجيال اللي قبلك، وهيدا تاثير طلابي علي. حلو. جمانة، طبعا جوائز وجوائز وجوائز عديدة لك بلبنان وبكافة الدول العالمية والعربية. نعم. وين نقطة قوتك بالكتابة لحصلتي على كل هالجوائز؟ بعتقد اول شيء صراحتي اللي ما بساوم عليها. اوكي. يعني ما بحب اني اعمل هيك مساومات انا وعم بكتب، بروح للاخر، حتى ولو هالاخر يمكن يخلي بعض الناس يفهموني غلط. هيدي حقهم. يعني الجرأة والتابو الموجود بكتاباتك يعني منا سيف ذو حدين؟ سيف ذو حدين للاشخاص يلي بدهم يرضوا الكل. قلت لك انا ما بيعني لي ارضي الكل، يعني انا لما بتلقى رسالة من قارئة تنفترض السعودية أو من قارئ بالأرجنتين ما لهم علاقة بنمط حياتي، ولكن لقيوا بكلماتي شيء بيتفاعلوا معه بيشبههم بفشلهم خلقهم، أنا بالنسبة لي هيدا الأهم، هيدا المهم. ما فيك ترضي الكل، ولا لازم يكون هدفك ككاتبة ترضي الكل، لأنه بتصير تزعبري. انا ما بدي زعبر، بدي اكون بشبه حالي. فبعتقد هيدي نقطه قوتي. نقطه القوه الثانيه ايه؟ الصدق التانية. بالكتابه نقطه القوه الثانيه اذا بدنا نحكي على الـ 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 على المستوى العالمي، هو بعتقد حديثي عن خطاب كتير هلأ راهن وكتير أساسي، هو موضوع حقوق المرأة والمرأة العربية بقلب كل هالمعمعة اللي نحن عايشينها هلأ بالعالم العربي. صحيح. وما يحكى عن ثورات وكل هالإشياء، هيدا إشياء بيتفاعل مع الغرب، وكتير أحيان عنده عنا نظرة كتير كليشيه، يعني مفكرين أنه كل النساء العربيات هن نساء ما عندهم أي سبل للدفاع عن نفسهم، خاضعات خاضعات، وحاطينه بقلب هيك صورة نمطية كتير ما بتشبه التنوع الكبير يلي موجود بالعالم العربي. وبحب أني عم ساهم بتغيير هالفكرة. على المستوى الثالث هو طبعا كمان اللغات يلي بحكيها، لأنه بتخليك كتير يعني تواصلك مع الآخرين يصير أسهل. يعني أنا لما بكون بإيطاليا وبكون عندي محاضرة وبحكي بلغتهم وبيسألوني وبجاوبهم، إذا بدك نوعية التفاعل أو التواصل بتكون مختلفة عن الترجمة للأسف. يعني أنا بعتقد في كتير كتاب أهم مني بكتير وعندهم إشياء كتير مهمة يقولوها، بس ولكن بس ترجموا وغيروهم يمكن بالترجمة، بس أي. كمان على مستوى إذا بدك على مستوى اللقاء الإنساني، أنا بحب اللقاء مع العالم. يعني لما بكتب كون لوحدي، بس كتير بحب مرحلة ما بعد صدور الكتاب لما بسافر وبروح وبعمل لقاءات تفاعل. بحب هالشي. في كتاب ما بيحبوا هالشي وهذا حقهم بالعكس. بس أنا من الأشخاص يلي بحبوا هالشي كتير بيساعد. Sono il sesto giorno di dicembre del 1970. Sono l'ora poco dopo mezzogiorno. Le urla di mia madre che mi genera, le sue urla che le danno vita, il suo grembo che mi rilascia per liberarmi, il suo sudore che mi realizza. Sono lo schiaffo del medico che mi rianimò, gli occhi della famiglia su di me, gli sguardi del padre, del nonno, delle zie. Sono tutti i loro possibili scenari, le aspettative, i sogni falliti, i vuoti sospesi al mio collo come amuleti.
بالحديث يمكن ذكرت الترجمة وذكرت أنا ترجموك إلى لغات عديدة، يمكن أكثر من 9 لغات على ما أظن. 15 لغة. وقت ترجموك غيروك، غيروا معنى كتاباتك أو شوف باللغات يعني اللي بقدر أحكيها عطول أنا كنت براقب، يعني أنا عطول برجع بقرأ المخطوطة من بعد ما تترجم، بس في لغات بدك تستسلمي فيها للواقع، إنه يعني في لغات ما بتحكي مثلا ما بحكي كوري، ما بحكي كرواتي، في كتير لغات ما بحكيها، فبدي أوثق بالخيار اللي عمله الناشر انه عطى هالكتاب للشخص الصحيح، يعني عمل خيار مزبوط. بس بالنهاية اكيد في سوء فهم من خلال الترجمة طبعا. وانا مترجمة وبعرف يعني احيانا كتير حتى لو ما حورتي ولكن مزاجك الخاص انت وعم بتترجمي بيأثر على طريقة على كيف بيطلع فيها النص. صح. انت بس بتكتبي فقط بالعربية جمانة او بعدة لغات تانية؟ لا انا بكتب بحسب نوعية الكتب، يعني انا الشعر بكتب عطول بالعربي بيرجع بيترجم لغير لغات. الكتب النثرية اللي بعتبرها مثل مانيفستو مثل هكذا قتلت شهرزاد وسوبرمان عربي بكتبهم بالانجليزي بيرجعوا بيطلعوا طلعوا بالعربي، اثنيناتهم طلعوا بلغات تانية. قصص الاطفال بكتبها بالايطالي لسبب ما بعرف، يعني في عندي كتب بالفرنسي، عندي كتب بالاسباني، كل لغة بستسلم للغة. اذا اجت فكرة بلغة ما وعندي قدرة اني اعبر بهاللغة بقول ليش لا، خليني اكتشف شو بقدر اعطي. كم لغة بتحكي؟ 7. 7 وبتكتبي كمان 7؟ ما بكتب بالسبعة، بكتب بخمسة برياحة، ولكن اللغة الارمنية اللي هي اللغة السادسة هي لغة محكية عندنا بالبيت لانه والدت ستي أم الوالدة أرمانية، فهي لغة محكية ولكن ما بعرف أكتبها طبعا. واللغة الألمانية مني واثقة من امتلاكي لألا لدرجة أني أكتب فيها، بقرأ برياحة بس ما بكتب. حلو، حلو الثقافة فعلا عن جد، حلو الإنسان يكون متعلم يعني لهال شبابيك على العالم. بعدين على مستوى الناس كتير حلو قدي بتعطيكي قدي بتخليك تكوني قريبة من العالم اللغة. أنا مشان هيك شجعت ولادي من هني وصغار، يعني هلأ اثنيناتهم كل واحد بيحكي 5 لغات والخير لقدام، يعني بتوقع أنه يكفوا لأنه كتير عطيتني اللغة على المستوى إذا بديك العاطفي وعلى المستوى الأدبي طبعا. جمانة رح نتوقف مع فاصل إعلاني أول بحلقتنا لليوم، نرجع منتابع حلقتنا من إنسايد لوك مع الشاعرة والكاتبة جمانة حداد. إذن فاصل ونتابع. مستمرين بحلقتنا لليوم من إنسايد لوك مع الكاتبة والمؤلفة اللبنانية جمانة حداد. أهلا وسهلا مجددا جمانة. شكرا ديانا. شكرا مجددا كمان على استضافك عندك بالبيت اليوم. أول شيء البيت كتير هيك فرح وألوانه كتير فرحة، هذا كله من ذوقك؟ إيه، يعني إذا بدك يعني كل قطعة محطوطة بهالبيت هي من اختياري. الالوان يلي موجوده بتحبي الالوان كل بتحبي الحياه هيك اللي بتحسي فيها فرح امل؟ ايه مش بس هيك، بحب الاشياء القويه، بحب الاشياء الفاقعه وما بحب الاشياء الكلاسيكيه، يعني بعتقد هذا شيء واضح. فبيتي بيشبه شخصيتي كثير، يعني مجنون بيقولوا لي احيانا. بس جنونك حلو. بتمنى الحلو لبعض ومش حلو لبعض الاخر، ولكن ايه بحب الالوان يعني بيريحوني. جمانة عادة السيدة الجميلة بتعرض شكلها ودائما بتهتم بمظهرها الخارجي. نعم. اما بيقولوا السيدة العادية الجمال اذا في يقول، هي اللي بتتوجه نحو الثقافة، نحو العلم، نحو الدراسة، نحو الكتابة. نعم. انت جامعة الاثنين، كيف قدرتي وتوجهاتك اكثر لوين يعني؟
بعتقد انه وصلنا لمرحله ب ب ب بهالحياه وبهالعالم صار في كتير نساء جميلات وبيعتنوا بشكلهم ومش مقصرين باهتمامهم الفكري او بشغلهم او ب فهيدي صار لازم نتخطاها لانه هيدا كل شيء. هلا فيهم ما يقصروا بشغلهم ولكن الثقافه شيء اخر كليا صح عن العمل. صح ولكن ما بعرف انا من انا وصغيره مثلا بهمني اقرا كتاب بقدر ما بهمني انه ماما تكون لبستني فستان جديد. فهيدي الاشياء على طول كانت موجوده فيي. هل هي بتنفع من التربيه بالمنزل جمانة؟ يعني مثل ما منعود اولادنا من هم صغار؟ كتير مهم لانه كيف بتربي شغله كتير مهمه. هيدا ما بيعني انه بالضروره المراه المثقفه لازم تكون مهووسه بشكلها. انا ما بعتبر اني مهووسه بشكلي ولكن بحب الاناقه، بحب اهتم بحالي، بحب اعتني ببشرتي. هودي الاشياء بعتبرهم اذا بدك جزء ما بيتجزأ من شخصيتي. فبقدر ما كانوا بالبيت امي وبي يقولوا لي ممنوع ما تطلع الاولى، بقدر ما كانت الوالده مثلا اكثر من الوالد ما كان يعني له هالموضوع ما تخليني روح على مثلا تنقول مناسبه اذا فستاني ممكن يشبه فستان وحده ثانيه، يعني هي تخيط لي لحتى اكون انا سبيسيال. فهيدي الاشياء كثير بتاثر فيك طبعا. يعني بتهتمي بالمجوهرات مثل بعض النساء اللي بيعتبروا، يعني في بعض النساء بيعتبروا هذا نوع من السخافه او نوع من قشور الحياه. شو المجوهرات؟ ايه اذا كانت مثقفه بتعتبرها من نوع من قشور الحياه. لا لكن ما هي هيدي هي في فكره دائما عن المثقفين انه وحتى عند المثقفين ايه. انه كل ما كان شعرك مزيت او شعرك مزيت أو وكل ما كان بنطلونك مخزق او يعني هيدا بيدل انك انت عميقه وبتفهمي. طلعنا منهم بقى فيها الوحده يكون تيابها مهملين ومش مهتمه بشكلها وتكون عميقه، ما بدنا نعمل نطلق احكام، ولكن فيها كمان تكون تهتم بشكلها وتكون عميقه. هلا بالنسبه للمجوهرات انا شخصيا ما بيعنولي، في عندي هيك ضعف على بعض الاشياء المعينه، يعني مثلا على الساعات بحب الساعات كثير بس ماني كثير من اللي لهم جلد يلبسوا كثير، بلبسهم بالمناسبات اذا في شيء مهم، ولكن هيدا حق يعني ما لازم هيك مش لازم نعطي انه ايه يعني انه المراه المثقفه يعني ما بتحب هيك، يعني بتعتبرهم من زواهد الحياه. صح يعني مثل ما تقولي مثل ما بيقولوا المراه اللبنانيه كثير مراه سطحيه او ما بيهمها الا شكلها. لا كمان هيدا مش عدل، في نساء هيك في نساء مش هيك يعني. صح مش كل اصابعك مثل بعضهم. صح جمانة انت وباولو كويلو كان في حديث طويل بينك وبينه، خبرينا يمكن عن هالتجربة اللي عشتيها مع الكاتب الكبير الشهير باولو كويلو، يعني وبحسه بنقاط معينة بيشبهك يمكن بقصص معينة. ما بعرف اذا بيشبهني بس او انت بتشبهي، ما بعرف بدي شبه للتاني ولكن هيدي قصة قديمة شوي وطبعا طلع الحوار بجريدة النهار وبعدين بكتاب. وقتها بتذكر الطريف بقصة هاللقاء، كنت أنا عم بعمل سلسلة لقاءات مع كتاب عالميين وطلبت بعثت رسالة للناشر تبع باولو كويلو قلت له إذا ممكن توصل له هالرسالة. فبيجيني إيميل دغري من باولو كويلو، هو كتير يعني مرتبط بالإنترنت يعني كتير هيك فكره حديث على هالمستوى، بيجيني منه رسالة إنه أوكي بوافق نهار الحوار هو نهار الفلاني الموعد، بتنطريني بالأوتيل الفلاني الساعة 4، بيجيكي اتصال وبيقولوا لك وين بدك تروحي. برات لبنان طبعا يعني برات باريس 4 ساعات بعيد عن باريس. أوكي. مدينة اسمها تارب، يعني مثل ما تقولي واحد مسافر مش عارف شو ناطره. أوكي. يعني مغامرة بالمجهول بحد ذاتها. رحت ونطرت مثل أفلام السينما طيجي هالاتصال، ورح يتلفنوا ولا ما رح يتلفنوا، رح يتذكر ولا ما رح يتذكر، مش عاطيني حتى رقم تليفون. يعني فعلا اتصلوا وقالوا لي انه جاي شخص يختك على البيت. والتقيت فيه ببيته وكان لقاء كتير حلو وكتير حميم، هو شخص كتير قريب كتير حقيقي، يعني ما عنده هالحركات وهالتفلسف. وبتذكر انه سألني اذا بعرف اعمل يعني استخدم القوص والنشاب. قلت له انا ما كنت مستخدمتهم ولا مره، قلت له بس اكيد بعرف لاني انا من برج القوس، نحن صيادين بالفطره. فقال لي فرجينا شطارتك، ضربت السهم
ما بين ما بين اختفى تمسخر علي كثير يا موتى. كيف اذا بدي اقول يعني كل هالشخصيات العالميه اللي حاورتيها من شعراء كيف بتقيمي شخصيتهم وهل بتفرق يعني بيكون عندك انطباع عنهم ما قبل المقابله وفي حدا مثلا كان عندك خيبات امل تجاههم؟ كنت محظوظه انه ولا حدا من يمكن والكاتبة يلي قبلتون خيب لي أملي، بس لأنه في يقلك أنه كل مرة كنت أعطى الهم أنا ورايحة أنه هودي أشخاص أنا اخترتهم، مش قالوا لي روح أعملي معهم مقابلة، أنا اخترتهم لأنه رفقوني من طفولتي، غزوني. مثل مين؟ أعطوني كتير، مثل أمبرتو إيكو، مثل جوزي ساراماغو، مثل ألفريدا يالينيك، مثل بيتر هانتكي، هودي أشخاص كتير كانوا يعنولي، فكنت خايفة أنه ما بدي الإنسان يكون أقل من الكاتب، لأنه كتير أحيان الإنسان صح. بيكون صح. أقل بتكتشف أنه مش معقول يكون هيدا هو الشخص يلي صح. كتب هالإشياء يلي ممكن غيرتك غيرت لك حياتك عطيتك إشياء كتير، فلا كنت محظوظة أنه ولا مرة، ولكن هيدي الطبيعة الإنسانية بالنهاية. في كتير سكيزوفرينيا عند الأشخاص، يعني في مثلا بعرف كتاب وشعراء بيكتبوا عن الحب وعن المرأة وبيتغزلوا فيها، هني على المستوى مش الإنساني مش بس مش عايشينه، بيعاملوا النساء بطريقة كتير بشعة. هيدا اللي بيوجع، يعني انه هالكذب مش هيك. الصدق حلو حتى لو الصدق عم بفرجي وحش، على القليل صادق. عرفتي حلوة. جمانة، من الكتاب اللبنانيين ما حبيتي يمكن تقابلي حدا منهم؟ ليه دايما اخترتي يعني بس الكتاب العالميين؟ اخترت الكتاب العالميين لانه منهم بالمتناول، مش لاني ما بحب اقابل كتاب اللبنانيين. يعني الكتاب اللبنانيين تعودنا نعمل معهم مقابلات ونقرأ عنهم وموجودين، ولكن التحدي إذا بدك كان مع هالكتاب العالميين أنه على طول كانت المقابلات اللي نقرأ لهم إياها يا أما مترجمة عن مجلات أجنبية صح. مش نحن عاملينها بشكل مباشر. أنا كنت حابة أحكيهم بشكل مباشر من صحفية لبنانية لكاتب أجنبي عالمي، ومعظمهم كانوا أخذين جائزة نوبل، فهيدي هي كانت الفكرة. بعدين السفر يلي كان عم يترافق مع اللقاء كان قصة بحد ذاتها، يعني كل مرة كان في حكاية، والأسئلة كانت مش بس تتطرق لحياتهم الأدبية، كانت تتطرق أيضا لحياتهم الشخصية. مش لحياتهم الشخصية، أنا ماني من الأشخاص اللي بحبوا يتدخلوا بالحياة الشخصية، ولكن تتطرق لهموم العلاقة بالعالم العربي، وهذه الأشياء ما رح تلاقيها بصحف أجنبية لأنه ما حدا رح يسألهم هالأسئلة. صحيح. في حدا من هالكتاب ترك انطباع كتير كبير عندك؟ بيتر هانتكي لأنه شخص كتير صعب، كتير بري إذا بدك بالمعنى هيك الحلو للكلمة، ما بيستسلم بسهولة، يعني كنت عم حس عم بدي طلع منه الكلمة بالقوة، ولكن بعدين تحولت الجلسة لصداقة، نحن بعدنا لهلأ يعني على تواصل. فحلو هالشي هيك إنه من شخص كتير بعيد حتى أبعد من المسافة الجسدية والفكرية اللي بينك وبينه، يتحول لصديق، يتحول لشخص يمكن بدقلك أحيانا أو بدقيله أو بيسألك أشياء وبتسألي أشياء، فهيدي جعلت هيدا اللقاء مميز. شو جنسيته؟ نمساوي. غاية الشعر والأدب اليوم جمانة بتشوفيها صارت فقط لغير يعني للتذوق؟ شوفي، ولا مرة بعتقد أنا من الأشخاص اللي يعتبروا أنه الشعر والأدب بغيروا العالم، هذا حكي، هذا انشا. ما بصدق هالشي. يمكن احيانا بس تقري جمله صح في ضوء بيضوى جواتك، ولكن هالاشياء ما بتغير العالم، بس هالشي ما بيعني انه الدنيا فيها تكفي بلا شعر وبلا ادب. منن للتذوق، هن حاجه مثل الاكل والشرب والاكسجين، ولكن مش لكل الناس يمكن للاسف. صح. أنا بتمنى لنخبة من الناس، للأسف أنه ما لازم يكون ما لازم تكون القراءة شيء نخبوي، ما لازم تكون حكر على مجموعة بس من الأشخاص، لازم تكون متاحة للكل، هالولع هالشغف يلي بتعطيك إياه القراءة، هالقدرات يلي بتعطيك إياها. أنا بعرف قديش في ناس تغيرت حياتهم لأنه قدروا يقروا، قديش قدروا يغيروا بالظروف الصعبة يلي هن عايشين فيها لأنه اكتشفوا أنه في شيء تاني أكتر. أحيانا بيكفي تعرفي أنه في شيء مختلف برا لحتى تجربي تسعيله،
بس مهم تعرفي اذا انت قاعده بقلب يعني بين جدران كلها مسكره يعني بلا كتب. انا بالنسبه لإلي هيك أي ما فيك تعرفي، ما فيك تطلعي منها لهيدي الغرفه. Quando si dice donna araba si pensa sempre donna oppressa, velata, vittima, eccetera. Al di là di questo stereotipo che non nego perché è vero, esiste questa donna ed è purtroppo rappresenta la maggioranza, ci sono anche altri tipi di donne che sono molto diverse. C'è ovviamente la donna libera, autosufficiente, educata, emancipata, che sta provando a fare di tutto per aiutare quella prima donna, cioè quella che sta soffrendo. Però devo dire che c'è anche un grande lavoro che deve essere fatto da parte della donna oppressa, perché questa deve sentirsi responsabile in qualche modo della sua sorte. Tante volte la donna vittima si compiace nell'immagine di vittima, e questa è una trappola molto pericolosa. La donna araba non è solo quella oppressa, velata e vittima, c'è anche l'altra donna che merita di essere riconosciuta perché affianchi la prima nella percezione occidentale. È la sfida lanciata da Jumana Haddad nel suo ultimo saggio, che sarà tradotto in Italia a primavera. لما بتعيشي ألام ووجع الناس وفقرهم وحياتهم وكل شيء يعني اللي بنلمسه بحياتنا اليومية. نعم. بعد في كلام حلو، بعد في شعر حلو. شوف، صار لي زمان اساسا ما عم بقدر اكتب شعر، ولما بكتب اشياء بتوجعني لإلي قبل ما توجع غيري. حتى بمقالاتي بجريده النهار ما عم بقدر اكتب اشياء لها علاقه بالثقافه او الادب، ما عم بقدر اكتب الا ليش؟ عن السبب لانه عم نعيش معاناه. ما يعني بيجي لاقعد على الكمبيوتر، انا من الاشخاص بيكتبوا على اللابتوب، بيجي لاقعد اكتب شيء بقول طب انه بضحك على الناس، مش افضل اني اكون صادقه؟ مش افضل اني طبعا بتحسي واجباتك انك تعطي امل، بس كمان ما فيك تضحكي على الناس، الناس كلها مأزومه. خبرت باخر مقال عن شوفير سيرفيس طلعت معه، صح، قال لي انه امبارح ولادي طعميتهم خبز حاف. طب لما بتسمعي اشياء من هالنوع كل يوم شو فيك تقولي بعد؟ بدك تقولي انه العصافير عم تزقزق، وانه شو حلو المغيب بساحل علما؟ لا، مش هودي الاشياء اللي بدك تحكي عنهم. ومع العلم انا ماني من الاشخاص اللي بيعتقدوا انه الشعر هو بالضروره كلام عن هالاشياء الرومانتيكيه. تنخرطي مع يعني العالم لتعرفي شو اوجاعهم، يعني طبعاً. مثل ما ذكرتي شوفير السيرفيس اللي حكي لك هالخبريه، في الست كمان اللي خبرتك عن معاناتها والامها، في الاشخاص اللي بتعرفيهم اصدقائك ما عم بيلاقوا عمل، ما عم بيلاقوا شغل، يعني معاناه المجتمع بحد ذاته. صح. انت من الاشخاص بتسمعي ومن ثم بتكتبي؟ ايه، انه اكيد بسمع، اكيد بحس قبل ما يعني بحس وبكتب بناء على الاشياء اللي حسيت فيها. في اشياء يعني بتكون مثل سكين بقلبي. همين يعني الهموم بتحسيها كثير بتصير فوق راسك، بس هيدا شيء طبيعي، مش لاني كاتبه، لاني انسان. الانسان صفته الاولى هي التعاطف مع الاخرين، انك ما تكوني مش فرقانه معك. انا بحس اللامبالاه هو مرض هالعصر الاكبر، انه ما تفرق معك تقولي مثل ما بنقول نحن بلبنان هيدا المثل، من بعد حماري ما ينبت حشيش. هيدا ابشع شيء، ابشع مستوى متدني ممكن الانسان يوصل له، لانه انسانيتك تفرض عليك من دون ما تقرري حتى انك تتفاعلي مع الام الناس مثل ما بتتفاعلي مع فرحهم. فمش معقوله انت تكوني قاعده ومش فرقانه معك وتقولي طالما انا اموري منيحه ماشي الحال. بس كمان من ناحية تانية أنا بعرف أحمي حالي، يعني أنا شخص كتير منعزل، ما كتير يعني ماني من الأشخاص يلي منخرطين مثلا بالحياة الاجتماعية. بالنسبة لإلي الجلسة مع نفسي كتير أساسية، بتغذيني كيف منعبي التليفون بس تفضى بطاريته. أنا بحاجة لهالجلسات مع نفسي حتى ترجع تتعبى بطاريتي، وإلا
بحس كأني استنفدت، يعني انه مثل حدا دمه كله نزف وما بقى عنده شيء يعطي. جمانة، متعبة الثقافة، يعني الرأس اللي فيه ثقافة رفيعة بيتعب؟ لا لا اكيد لا، هيدي نعمة. كل ما بتعرفي اكثر، كل ما بتحسي انه حياتك لها معنى اكثر، كل ما بتكوني كمان محبة اكثر، لانه بتصيري تفهمي الضعف، تفهمي لحظات اليأس. فما بعتبر انه ولا مرة حسيت انه حمل. وبزعل من الناس اللي بيقولوا هيك، لانه في كتير ناس محرومين من هالشيء الثمين. في كتير أشخاص محرومين من الروحة على المدرسة حتى. صح. فكم بالأحرى الأشخاص اللي عندهم كان هالحظ الكبير أنهم يعرفوا ويكتشفوا ويتعلموا. بالعكس هيدي شغلة لازم يعني نعتز فيها وينميها، وما يحس أنه سبب للمبرر للنق. بالعكس هلا العلم هو في فرق بينه وبين الثقافه، يعني ممكن تكوني غير متعلمه انت في الحياه وانما ثقافتك جدا عاليه. نعم صح. يعني انسان بيكون لترت او الليترت. صح. يعني انا ياما بعرف ستي من زمان وجدنا كانوا غير متعلمين بوقتها، ولكن كان عندهم ثقافه، كان صح. عندهم حس للشعر، عندهم حس يعني بيفهموا بكل شيء، بيعرفوا بيقروا. صحيح. حتى هيدي الحساسيه، يعني هيدي الحساسيه بالذات اللي انا عم بحكي عنها، هيدي كنز، هيدي منا مصيبه انبليتي فيها. بالعكس هيدي كنز وهيدي حظ، لانه في كتير ناس بيولدوا ما عندهم هالحساسيه. صح. ما عندهم هالقدره، يمكن ملتهيين باشياء تانية ومعتبرينها اهم. فبالعكس انا بحس هيدا الموضوع بيغنيك وبيغني اللي حولك كمان. اذا خيرت بين الدراسه العليا او الثقافه ماذا تختارين؟ لا بالعكس، الكتب بالنسبة لي أهم. أنا هلأ عم بشتغل على دكتوراه، ولكن على طول الكتب بالنسبة لي أهم. عم بشتغل على دكتوراه لسبب كتير عملي، مش لأنه بعتبر أنه الدكتوراه رح تنمي لي ثقافتي. بس كرمال بشتغل على الدكتوراه لأنه حابة أني روح أبعد بالتعليم بالجامعة. فبيهمني أني يكون عندي يعني شهادات متقدمة أكتر. ولكن لو ما كان عندي هيدا الهدف بالذات، بكفيني احيانا كتاب بيغنيك عن دكتوراه. رح نتوقف مع فاصل اعلاني تاني، بنرجع منتابع حلقتنا لليوم مع الكاتبه والمؤلفه جمانة حداد. بريك ونتابع. حلقتنا مستمرة لليوم بإنسايد لوك مع المؤلفة جمانة حداد. أهلا وسهلا جمانة. شكرا. جمانة، هل أنت متزوجة؟ نعم. نعم؟ هذه مثل نعم. أجل. حسيت حالي هل تقبلين زوجة لكي؟ عدو. عندي زوجة مرتين وعندي ولدين، ولد عمره 21 سنة من الزوج الأول، ولد عمره 14 منير وانسي. اسم الله، شباب. أي؟ شباب. يعني انا عم بسالك هذا السؤال يعني مثل ما بقولوا لاوصل للاسئله الثانيه. قد ايه بتشوفي يعني الرجل الشرقي بمجتمعاتنا الشرقيه متصالح مع الامراه اللي عندها فكر وموقف؟ بعتقد انه كمان ما فينا نعمم، اوقات بنظلم نحن الرجل الشرقي. في كتير رجال، وانا بعرف هالشيء من الرسائل يلي بتوصلني، يعني ما بتتوقعي من شخص بيقرا لسيده بتكتب عن موضوع المراه وحقوق المراه وكل هالمواضيع هيدي يلي بتخص، بتتوقع انه يكون جمهوره محض نسائي انه يتفاعل مع هالموضوع، لانه بعتقد الرجال كمان عم بيعاني
من كل هالتقل يلي محطوط على كتافه. كمان بهمه انها تكون شريكته شريكة حقيقية مش بس اكسسوار صح. بحياته صح. فهيدا الشيء بالعكس بيعني له. في رجال هيك طبعا منهم كتار بس ما تفكر انهم كتار برا. يعني نحن دايما منقول بس الرجل الشرقي. انا اعطيت مثل عن هالرجل بكتابي سوبرمان عربي. هيدا السوبرمان ما هو موجود بس بالعالم العربي, موجود وين ما كان. هيدا الرجل يلي مفكر انه هو القصة كلها وانه بلاي ما بتزبط الدنيا, موجود وين ما كان. هيدا الايجو تبع الرجل بحد ذاته, الانا يعني اللي موجودة عنده. مش الانا, لانه الايجو شغلة ايجابية, كلنا لازم يكون عنا صح. ايجو, ولكن الانا المتسلطة يلي بتفرض عليك اشياء بالقوة, أكان قوة العنف أو قوة السلطة المادية أو قوة السلطة السياسية. يعني في نساء بيكتبولي من إيطاليا أنه نحن عنا منهم, وبأمريكا نحن عنا منهم. فوين ما كان فيه يعني هيدا شغلة موجودة بكل أنحاء العالم. مظبوط, مهم خيارك أنت. يعني كمان المرأة هي مسؤولة أحيانا عن الخيارات السيئة يلي بتقع فيها, لأنه بتستسهل أو بتفكر أنه مازال كلهم هيك يلا ما عليه, أو يمكن حتى بتنجذب أكتر للرجال متسلط. أنا بعرف كتير نساء بينجذبوا للرجل المتسلط, بحسوا رجال, بحسوا أنه عندهم رجولية, لأنه مرتبطة عندهم معنى الرجولة بالتسلط, وهو مش هيدا هو معنى الرجولة. طبعا الرجولة فيها قوة, فيها عنفوان, ولكن فيها احترام للآخر قبل كل شيء. طبعا انت طبعا ناشطه بمجال الدفاع عن حقوق المراه وطلبتي يعني فيها كثير. هل فعلا بتشوفي انه المراه اليوم نالت كامل حقوقها؟ اكيد لا, اكيد لا, ولا حتى بالسويد نالت كامل حقوقها. ولما بقول السويد لانه هيدا بلد من البلدان المتقدمه جدا على هيدا المستوى, فكم بالاحرى بلبنان. يعني بعد المرأة كتير, يعني في كتير قوانين ظالمة بحقها, وبتعملها بتعملها كمواطن من الدرجة الثانية. وين الأحوال الشخصية تحديدا, يعني مثل الجنسية يمكن, مش بس الجنسية, الجنسية, موضوع العنف, في كتير أمور بالأحوال الشخصية, عدم وجود الامرأة في السياسة. طبعا, وهذا كمان مسؤولة عنه المرأة. يعني ما لازم بس دايما نحط الحق على الذكر, لأنه المرأة أحيانا كتير متواطئة ضد نفسها. يعني بتستضعف حالها, ما بتأمين بقوتها, أو ما إلها جلد أن تكافح كرمال قوتها, لأنه كمان هالمساواة يلي عم نحكي عنها بدها جهد وبدها تعب. صح. يعني أنت ما فيك تقولي أنا بدي المساواة وبنفس الوقت تقولي أنا بدي رجال يصرف علي وأنا بدي أقعد بالبيت. بعدني بدي أسألك, بدك تشتغلي, بدك تتعبي. إنه الوقت اليوم الإمرأة بدها تطالب بالمساواة, بعض الرجال بيقولوا طب لكن ما دام هيك خلينا النص بالنص بكل شيء. يعني حتى يعني مثل كيف الدول الأجنبية, أنا مع هالشيء. يعني بدك أنت مساواة مش بس إنه بأمور معينة, وبأمور تانية بتقولي بعدني 100%, ولكن عشرت لازم هو كمان يساعدها بالبيت. يعني مش هي تشتغل برات البيت وتشتغل جوات البيت. اكيد لازم اتنيناتهم يتساعدوا برا وجوا. هيدا الشيء حلو. انا ماني ضد انه المرأة اذا قررت انها تكون ربة منزل بس, وانه بدها تهتم بولادها وبيتها, انه هيدي المرأة انه ضد المساواة ومنها مرأة حرة. بالعكس, يمكن هي خيارة بس مبسوطة فيه. لازم يكون خيارها هي الخاص, يكون مقتنعة فيه. ولكن يلي بتحس انها مجبورة تعمله او مفروض عليها فرض بس لانها مرأة, هيدا هو نقطة الضعف اذا بدك بهالمعادلة. ولكن طبعا كمان المرأة اللي بتطلب المساواة لازم تعرف انه يعني لازم تشتغل, لازم تنتج, لازم تساعد, لازم تكون شريكة 100%. يعني أنا بعرف نساء هذيك المرة سيدة هي يمكن عم حتى كرمال ما يوقف في دماغها, يعني لا تضل تفكر, لا تضل راسها عم بيشتغل. يعني المرأة بتشتغل مش بس هيك, يعني مش طبعا تحقق طموحة. يعني أنت حلو يكون تحسي عم تعملي شيء بحياتك بيشبهك, بيشبه أمالك, بيشبه طموحاتك. ولكن ما فيك تقولي مثل ما هذيك المرة سيدة سمعتها عم بتقول أنه بدي حقوق المرأة لأنه جوزي ما عم بيجيب لي صانعة تانية على البيت, أنا مظلومة. طب أنه هيدا شو حق؟ هيدا منو حكي, منو حكي, هيدا 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 تفاهة بالحقيقة. صح. هيدا شخص, هيدا إنسانة فهم كل موضوع المساواة وحقوق المرأة غلط بالمقلوب. مش المطلوب المرأة تحتل المساحة تبع الرجال, ولا هو يحتل مساحتها. يكونوا شركة, حلفة, حلفة, يتساعدوا, يحترموا. الرجل حليف أم عدو للمرأة بنظري؟ لا طبعا هو حليف, أنا ولا مرة اعتبرته عدو. ولكن هو الشخص يلي تعتبريه عدو أو بيتصرف بطريقة غلط, هو عدو نفسه بالدرجة الأولى. منه عدوك أنت قبل ما يكون عدوك, هو عدو نفسه, لأنه هو الخسران. خسران أشياء كتير كان ممكن تكون أجمل وأغنى بحياته لو كان بيعرف يحترم المرأة ويحترم لها كرامتها ويقدرها ويحفزها
على أن تدعمه ويدعمها. فهيدي هي العلاقة يلي أنا بعتبرها إذا بدك مثالية ومنا صعبة، بدها بس شوية ذكاء، لأنه في كتير نساء بيحكوا بحقوق المرأة بيصيروا يتصرفوا مع الرجل بعدائية، كمان هيدا الشيء غلط، يعني ما لازم يكون معتر الرجال. لا مش هلا مش لهالدرجة، ما انه معتر يعني، بس انه ما لازم كمان نعتبره بالضرورة عدو، يعني ما انه الشيطان طبعاً الأكبر هو طبعاً. فبدأ شوية ذكاء، وكتير مهم دور الأم على هيدا المستوى. كيف بتربي أولادها؟ بعدهم في كتير سيدات بيشكوا من الظلم يلي لحقهم، بيرجعوا بيربوا أولادهم بنفس الطريقة، مثلا انه البنت لازم تخدم خيا بالبيت، انت اقعد حبيبي، انت الملك، انت الامبراطور، خاصة اذا كان وحيد، اذا كان صبي وحيد، اذا كان وحيد كارثة، يعني انه مين بعد اي مرة بعدين بدها تقدر تستوعبه. ليكي مع كل هيدا الله عطيكي صبيانين، تخيل. انا كتير كنت بتمنى يكون عندي بنت، بس انا بعتبر يعني عندي شابين اثنين، اثنيناتهم كتير مقتنعين بهذا الكلام، وبقول انه اكيد بكره ببين اكثر، بس يصير في عندهم نيل نسوانهم. انا هيك بقدر اسمح لنفسي اقول خي عن جد فعلا نيل نسوانهم فيهم، يعني اذا مربيين على هالفكر وعلى هالمواقف الحلوه. جمانة، يقال انه الاعلام يهين المراه، الاعلام والاعلان سوا، نعم، بالافلام السينمائيه، بالاعلانات، بالفيديو كليبات، بالفيديو كليبات والى اخره، شو رايك انت بهالموضوع؟ انا 100% بقول هذا الشيء صحيح، لانه في تسليع للمراه مرعب ومهين جدا، يعني ما فيك تشتري تلفزيون بلا ما تشوفي صدر مراه، ما فيك تشتري كنبايه بلا ما يكونوا مستخدمين جسم المراه لحتى تشتريها، مع العلم. وهذا الشيء اللي عجيب، ايه يلي بيشتري يعني مثل ما بقولوا، بس يلي بيشتري هو النساء معظم اللي صح. فانا بتعجب انه طب بشو عم تغرونا، او يمكن عم يلعبوا على نفسيه المراه انه اذا بتشتري هالشغله بتصير بتشبه هالبنت يلي حاطينها على البوستر. يعني مع العلم جمانة انه البلدان الاجنبيه الاوروبيه والامريكيه تحديدا هي بلشت بفكره الادفيرتايزمنت وبلشت بفكره الاعلان والى اخره. صحيح، ولكن يعني هلا يعني نحن مستوردينها. ايه مستوردينها، بس نحن للاسف نستورد دائما الاشياء العاطله، ما بنستورد الاشياء المنيحه. وحتى هلا بالبلدان الاوروبيه في حملات كتير كبيره عم بتصير على هيدا الموضوع، وايضا بلبنان يعني في هلا حملات جديدة على موضوع تسليع المرأة بالإعلان وبالفيديو كليبات. أنا كتير مبسوطة فيها وبتفشلي خلقي، لأنه كمان طيب ما فكروا أنه هالمرأة منها غرض، منها شيء. وأنا كمان بلوم المرأة يلي بتشارك بهالإشياء والثقافة يلي بتخليها، أو البيئة يلي طريقة التفكير يلي بتخليها تفكر أنه جسمها هو اللي بيبيع، أنه هو غرض، هو سلعة. اي مزبوط، يعني يمكن لانه هيدا اللي حطولها اياه براسها، يعني صح. يمكن لو حطولها شيء تاني براسها انه عقلك هو اللي ببيع، صح، يمكن كانت مش مشان هيك. التربيه كثير مهمه بالبيت وعلى مستوى المدارس، يعني كثير مهم نوعي البنت انه المركز القوه تبعها مش جسدها، مركز القوه تبعها هو فكره، بفكره فيها تغير، صح. هيدا ما بيعني انها تهمل جسدها، صح، ولا الرجل يهمل جسده اصلا، صح. رجل كمان عنده مسؤوليات على هيدا المستوى، يعني انا ما بعتقد انه الرجل يلي هيك هامل حاله بيعجبني، ممكن انه يكون هيك يثير الاعجاب، صح. فدايما التركيز على المراه، ليش ما بتركزوا كمان وتحطوا له شويه وساوس براسه؟ الرجل يبقى عنده كرش واصلع ومفكر حاله مارلون براندو. طيب ليه يعني؟ هو لانه الرجل بفكر انه الامراه ما بتفكر مثله، هو ما بيعرف انه هو اللي هو بفكر فيه نحن بنفكر فيه 100%، ولازم يصير يعرف. وانا دائما بكتب عن هذا الموضوع، قصه الكرش وجهها مسخره، قصه الشايبه هيبه مسخره، كل هودي غسيل دماغ، انه لا، انه مثلا بيسالوا المراه انت شو بيعجبك بالرجال، بتلاقي وحده على 10 بتقلك شكله، بخافوا بيقولوا لك فكره، شخصيته، تصرفاته، طبعا هو كثير مهمين هيدي السر. بينما الرجل ما بيستحي يقول عيونه، جسمه، اجريه، اخبار من هالنوع، فهيدي كلها العلاقه كيف بتفبرك دماغك من انت وصغيره. Hello and welcome to the France 24 interview. I am joined today by a woman of letters, an author, poet, translator, journalist, and most controversially, the founder of an erotic magazine in Arabic.
Her name is Jumana Haddad, and at the time, 2 years ago, she even received death threats. Her latest book is a work of nonfiction coming out here in France, written in English. It's called I Killed Scheherazade, Confessions of an Angry Arab Woman. These confessions are her own personal story of coming of age intellectually, but they're also an exploration of what exactly it means to be an Arab woman today. Welcome, Jumana. Thank you for being with us today. Thank you for having me. So we know from your title that you are an Arab woman, but tell us a little bit about where you come from. I come from Lebanon. I was born and I grew up in Beirut, and which tells you a little bit about how difficult it was for me in a country in a state of war. The war began when I was 4. And so this is why books and reading has been so vital for me, and that's what I say in my book, because it allowed me windows that weren't allowed in my daily life. So it was a kind of escape, but in the positive sense of escaping. Right. بنهاية حديثنا، شو مشاريعك المستقبلية جمانة حداد؟ في كتابات جديدة، في إيه؟ سفر، في سفر على في طول، في لقاءات يعني مع هالكتاب العالميين. نعم، عندي هلأ خلصت كتابة نص مسرحي، هو أول مسرحية بكتبها. رح يطلع أول شيء بكتاب، وبعدين رح في مشروع أنه ينعرض ببيروت وببعض الدول الأوروبية لاحقا، وهو بيعالج موضوع المرأة تحديدا. وكمان عم بشتغل على الدكتوراه تبعي، صار لي فتره عم طول فيها لانه عم دائما التهي باشياء جانبيه، ولكن مقرره انه ناقش الاطروحه بايلول 2014. وين؟ بباريس؟ لا، بلندن. بلندن. وفي طبعا بضل في عندي مشاريع هيك جانبيه، يعني مثلا عم حضر اقتراح للحكومه عن ضروره انشاء وزاره لحقوق المراه بلبنان، فعم بعمل دراسات. يعني رايحه على السويد، التقى مع وزيره حقوق المراه السويديه، كمان التقيت بوزيرة حقوق المرأة بفرنسا. عندي مجموعة لقاءات على هذا المستوى ببلدان عندهم فيها موجودة هذه الوزارة وهي فاعلة وحققوا إنجازات على هذا المستوى، وعلى أساسها بدي أكتب هذا الاقتراح. أوكي، ثانك يو لإلك جمانة. شكرا لكم الصريحة والجريئة، يعني مثل ما عودتينا دائما بكل لقاءاتك. أنا بتمنى أنه تكون عجبتك المقابلة كتير. بشكرك كتير، وكان سعادة لإلي استضيفكم بالحياة. إذن هيدي كانت حلقتنا لليوم من Inside Look مع المؤلفة والشاعرة اللبنانية جمانة حداد. شاء الله تكون عجبتكم. الأسبوع القادم ضلكم تابعونا بنفس التوقيت، الساعة 6 بتوقيت بيروت والساعة 7 بتوقيت السعودية. إذن إلى الأسبوع المقبل، باي باي.